السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت بتسمع دكتورة أمنية الشامي طبيبة بيطرية. طبعا زي كل سنة معظم الطلبة ان ما كانش كل الطلبة اللي داخلين كلية طب بيطري كان حلمهم يدخلوا كلية الطب البشري او الصيدلة او طب اسنان، وبفارق درجات بسيطة جدا جدا جابهم التنسيق كلية الطب البيطري. انا شخصيا ما كنتش اعرف اصلا ان في حاجة اسمها كلية الطب البيطري، وبرضه ما كنتش بحب الحيوانات نهائي، ولا عمري لمست اي حيوان او اتعاملت بشكل مباشر مع اي حيوان. النهاردة هوضح لك بالظبط ايه اللي هيحصل معاك بكل صراحة، بحيث ان الصورة تكون واضحة لك جدا. مبدئيا كده انا بطمنك ان محدش في الكلية هيجبرك على التعامل المباشر مع الحيوانات الحية، لان اساتذة الجامعة متفهمين جدا ان معظم الطلبة داخلين الكلية بالتنسيق مش حبا منهم، وكمان في مجالات كتير جدا في انتظارك كطبيب بيطري ملهاش اي علاقة بالحيوانات، سواء حية او مدبوحة او نفقة. لكن انت بدخولك كلية الطب البيطري هتقابل في اول مشوارك في سنة اولى وفي سنة تانية مادة من اهم المواد سواء في طب بيطري او في طب بشري، وهي مادة الاناتومي التشريح. على فكرة انا شرحة كل اجزاء الاناتومي سواء لسنة اولى او تانية، ومترجمة وموضحة كل كلمة بصورة توضيحية هنا على القناة او على قناة دكتور محمد نعيم زوجي. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. مادة الاناتومي هتدرس فيها الاجزاء التشريحية للحيوانات، بناخد الهورس كستاندرد لينا، وبتدرس التشريح المقارن لاغلب الحيوانات، اللارج روميننت اللي هي المقترات الكبيرة، والسمول روميننت المقترات الصغيرة، والدوج والكات والبيج. هتدرس العظم والماسلز العضلات والنيرف والارتري الاعصاب والشرايين والاعضاء الداخلية. فانت هتلاقي في المشرحة من اول يوم اجزاء لحيوانات ميتة محفوظة في مادة الفورمالين. فأنا هنا بس عاوزاك تفتكر كويس ان كنا لسه بنتكلم وبنقول ان كان حلمك تدخل كلية الطب البشري، فأكيد يعني كنت مستعد تتعامل مع أجزاء بشرية محفوظة برضو في فورمالين. فأنا لما أقول لك هنا هتلاقي جثة حصان محفوظة في الفورمالين، فالموضوع طبعا أخف بكتير. بدل ما كنت تمسك عظم بشري تذاكره هتمسك عظم حصان ولا جمل ولا قطة ولا كلب، فالموضوع هنا طبعا أفضل بكتير. طبعا ده حيوان ميت فلا بيعض ولا بيخربش، وطبعا بتكون لابس الجوانتي، فهنا ما نقدرش نقول ان انت مش بتحب الحيوانات فمش هينفع تدرس التشريح. التشريح مادة جميلة جدا هتوسع مداركك وهتجعل منك طبيب بيطري ان شاء الله ناجح وفاهم، وهو بيعتبر اساس الطب سواء البشري او البيطري، وده هيكون اول تعامل ليك مع الحيوانات. بكرر، حيوانات ميتة نفقة لا بتعض ولا بتخربش، محفوظة بطريقة علمية مش بتحمل اي نوع من انواع البكتيريا او الفيروسات. لكن بقى في سنة تالتة ورابعة وخمسة هتقابل الجراحة والبطنة، مواد كتير بتتطلب التعامل المباشر والكشف على الحيوانات الحية. لكن بطمنك ان مفيش دكتور هيجبرك على التعامل مع الحيوانات الحية، لكن هتلاقي في طلبة عندهم شغف وحب للتعامل مع الحيوانات الحية، وخصوصا انهم بيكونوا خلاص عرفوا اكتر مجالات الطب البيطري وبدأوا يحددوا وجهتهم اللي هم حابين يتخصصوا فيها، سواء في اللارج انيمال اللي حابب بقى يفتح عيادة بيت، عيادة قطط وكلاب، عيادة قطط بس. حاجة سهلة وجميلة تليق بأي بنت، ما فيهاش اي عناء ولا تعب. كل التعامل مع القطط، العيادة بتكون مكيفة، كل اللي هتحتاجيه ان يكون عندك حجرة عمليات بسيطة، جهاز سونار، سماعة، وكل طبعا ما بتكلف العيادة اكتر كل ما بيكون افضل، وبتبقى يعني بتقدر تساعدك جدا في الكشف والوصول للمشكلة وحلها. بيكون في فترة تريننج بعد التخرج لتجهيزك لسوق العمل، وبطمنك حتى في التريننج محدش هيجبرك على التعامل مع اي حيوان حي لو انت مش حابب. يبقى كويس طبعا لو انت اتخرجت وانت حابب حيوان معين، وعلى فكرة في طلبة كتير كانوا داخلين الكلية مش حابين الحيوانات نهائي لكن غيروا رأيهم. يعني مثلا في طالبة اختها الصغيرة جابت قطة البيت، فبتحكي لي انها كانت مش بتحب الحيوانات نهائي وخايفة جدا جدا من القطة،
لكن مع الأيام بدأت تتعامل مع القطة، تشيلها وتأكلها وتحميها وتغير الليتر بوكس، فقررت إنها تفتح عيادة لعلاج القطط بعد ما كانت داخلة طب بيطري وهي كارهة لكل الحيوانات، وطبعا يرجع الفضل لأختها. في طالب تاني كمان كان كاره لكل الحيوانات، لكن اكتشف ان ركوب الخيل شيء ممتع جدا، فقرر انه مش بس هيتعلم الفروسية، ده كمان هيتخصص في علاج الخيول العربية الاصيلة. وهسيب لكم في صندوق الوصف ان شاء الله فيديوهات لطلبة من حبهم للخيل قرروا يتعلموا الفروسية، وهم بنات وولاد على فكرة مش ولاد بس، ولهم فيديوهات جميلة جدا هتحببكم جدا في الطب البيطري. فبلاش تخلي نظرتك للأمور محدودة، اتعرف على المجالات واتعرف على التخصصات كويس جدا، وأكيد هتلاقي نفسك في تخصص معين، وأنا معك للآخر. سي أنا دخلت كلية الطب البيطري ودرست وتعرفت على كل الحيوانات وتخرجت وأنا عند رأيي أنا بكره كل الحيوانات ومصمم على رأيي، فهل أنا كده مش هقدر أشتغل بشهادتي ولا استفيد بدراستي؟ أحب أطمنك أنت مش لوحدك، دكاترة بيطريين كتير جدا دخلوا كلية الطب البيطري وتخرجوا منها وهم مش حابين الحيوانات نهائي، واشتغلوا ونجحوا جدا جدا وحققوا كل أحلامهم، زي مثلا ممكن تشتغل في مجال شركات الأدوية البشري أو البيطري، أو في معامل التحاليل البشري أو البيطري، أو تشتغل في مجال أمن وسلامة الغذاء في الجمارك والمطارات، أو في المراقبة على الأغذية في السفن والمطاعم والفنادق، أو في مجال الطب الشرعي، أو تشتغل في مركز البحوث. كل دي مجالات مش هتحتك نهائيا فيها ولا هتتعامل مع الحيوانات الحية. كمان ممكن تركز في دراستك الجامعية وتتفوق على زمايلك وتتعين معيد ثم أستاذ جامعة وتكمل في سلك التدريس. أظن كده الصورة وضحت لك لو أنت داخل كلية الطب البيطري لكن مش حابب أنك تتعامل مع الحيوانات الحية. أخيرا هقول لك قدام شوية كل ما هتكبر هتحمد ربنا وتشكر فضله انك بتتعامل مع الحيوانات مش مع البشر. صدقني التعامل مع الحيوانات شيء مريح جدا للأعصاب، كائنات وفية مخلصة بتحب أصحابها، ما بتنساش أبدا أي حد يقدم لها أي معروف. كون ان ربنا اختارك انت عشان تكون طبيب بيطري تتعامل مع حيوانات لا قادرة تشكيلك تعبها ولا تعبر لك على معاناتها، فانت اكيد مختلف وفيك انسانية عشان ربنا يختارك انك تكون طبيب الانسانية. اتمنى اني اكون افدتكم، اللي عنده اي استفسار يكتب لي في التعليقات، انا برد على كل التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.